بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم. نلتقي اليوم في قناتكم قناة مجربات الزمان، وأنا يعني متردد أن أتكلم في الموضوع ده لأن الموضوع بتاع النهاردة موضوع صعب ومؤلم، وهو آفة من آفات المجتمع مؤذية لكل الأطراف للقائم بها وما تتم في أمر، ألا وهي آفة الحسد. حسد مرض، الحسد ابن عم السحر، الاثنين متعادلين، مدرسة واحدة، لأن الإنسان فيهم في السحر بيعتمد على الشياطين والجن الضال الكافر بالتسليط على إنسان مظلوم بريء. كذلك الحسد برضه عين من قلب حائد على نعمة من نعم الله على إنسان، فهنا برضه لها شيطان ودي لها شيطان. تعريف الحسد لغويا، الحسد لغويا هو كره نعمة من نعم الله عز وجل على إنسان آخر، أي نعمة كانت. حتى المثل الشعب بيقول يحسدوا لا أرى على قلة التسريح، يعني ممكن الحاسد أو العائن بيحسد الإنسان على أمر بسيط جدا ما يخطرش في بال حد، يبقى هو تمني زوال نعمة أنعم الله بها على إنسان، ده لغويا. أما هنا بقى الميكانيكية الحسد بيتم ازاي، يعني اظن يعني انسان ربنا يعافينا ويعافيكم قلبه فيه مرض، غير مؤمن، مفيش تقوى، المرض اللي في قلبه بينظر لنعم الاخرين بدل ما يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، بيتمنى زوال النعم لمرض قلبه مع خروج شعاع من عينه، بيبدأ هنا دور شياطين الحسد أو الجن الضال اللي هو شغلته يكمل حسد الإنسان الحاقد ده، يقوم يتسلط على الأمر اللي حسد. يعني هنفترض إن حاسد أعجب بدي فبصلها من غير ما يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله يعني مشيئة الله، ولا قوة إلا بالله يعني لا شيء ولا أمر مقضي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. أنت لو شفت أي شيء ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شوف إحنا مأمورين حتى مالك عيالك كل ما يخصك تراه، كل ما تراه طيب تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب الحاسد ما بيقولش حتى يعني يقول لك صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، الصلاة على سيدنا النبي دي قضية تانية، ده أمر تاني، ده استفادة تانية. أما أمر الله في القرآن الكريم إنه تشوف نعيم أو خير أو عطاء عند إنسان أو عندك تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وعلمنا كده سيدنا النبي، يبقى احنا ننفذ طالما جه في القرآن يبقى ننفذ. يبقى الصلاة على سيدنا النبي دي انت بتاخد بها عطاء تاني، موضوع تاني. يبقى انا شوف اي نعمة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طب ما قال شيء، يطلع من عينه شعاع حاقد، الشعاع ده بتسلط على الأمر ده او على النعمة دي او على العطية دي او على العطية دي او على العين او على بالنسبة للأولاد البنات الكلام ده. الشعاع ده بيجي هنا يتدخل بقى الشياطين بقى، يقوم مترصد للأمر، قاعد مترصد له كده، يخلي طفل صغير ماشي يقوم زائق إيد الطفل أو عامل أي موقف يقوم مكسور الحاجة. طب بالنسبة لشعر البنت اللي تتحسد وشعرها يقع، بيجي الشياطين للبصيلات الشعر يضغط عليه يضعفها يتساقط شعرها، الجسم في العظم يلعب فيه بيتدخل.
خلاف نفسه الشعاع اللي طالع من عين الحاسد طالع من قلب حاقد في كمية طاقة سلبية مؤذية. ده تحليل الحسد كعملية نفسها. علاج الحسد ايه؟ اذا انسان اصيب بالحسد وتعرف انه مصاب بالحسد، في الله عز وجل نزل لنا ببساطة، لو عرفت سرها هيتم الامر بسهولة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لو أنا جيت قرأت السورة الكريمة على كوباية مية، قرأتها كوباية المية كده، هقرأ طبعا المعوذتين تمام، اقراهم وليكن 100 مره اقرا، والميه ديت خلاص اتحولت اتشبعت بالطاقه النورانيه من كلام الله عز وجل اللي فيه استعاذه بالله من شر الحاسد. واستعمل الميه دي في ايه؟ لو انسان محسود يمسح بها جسمه، يشرب منها، كل الاستعمالات، الا طبعا نبعد عن موضوع الحمام وموضوع الاعضاء اللي هي كده. في علاجات اكبر، يعني في علاجات اكبر، انا بجيب لك ابسط الامور في يد اي انسان، مش شرط تكون متخصص ولا تكون شيخ ولا راقي ولا ما نضخمش المساله اكبر من كده. الله عز وجل بيقول لاشرف الخلق قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق من شر ما خلق ومن شر لو قلتها بيقين اعرف ان الموضوع منتهي، يقينك بالله يقضي المساله ينهيها. ولما يكون كلام الله هو جزء من الله يبقى هو نور، والله هو النور، يبقى في انوار، يبقى كلها طاقه ايجابيه تشحن جسمك بيها، هتدمر الطاقه السلبيه اللي دخلت على جسمك. ده اسرع علاج اللي هو يعني وفوري. لو 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 امر كبير في منزل، في شركه، في تجاره، في امر تاني، بنجيب برضو ميه ويا ريت يكون مطر، ونقرا عليه الفاتحه 3 مرات والكرسي 3، الزلزلة 3 مرات، الإخلاص 5، الفلق 5، الناس 5، ولو حبينا يعني الأمر كبير شوية ممكن الصفات من أولها لغاية حتى من طين اللازم، والحشر من أول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا مصدعا من خشية الله لغاية آخره. هنقرأ الحشر دي 3 مرات لأن فيها سر كبير وفطر. بالنسبة للعلاج، العلاج الشامل بقى ده لو في بيت، شركة، مصنع، أي أمر من الحاجات الكبيرة ديت، الفتحة 3 مرات، هجيب مية وياريت تكون مية مطر أو مية بير في إناء، وأقرأ عليها الفتحة 3 مرات، آية الكرسي 3 مرات، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، الزلزلة 3 مرات، اللهم صل على سيدنا محمد، الصفات من أول والصفات سفر حتى من طين اللازم ده نقرأها 3 مرات، بعد كده الزلزلة من أول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا مصدعا من خشية الله حتى آخرها، دي 3 مرات، الطارق 3 مرات، الإخلاص 5، الفلق 5، الناس 5. وموضوع الأعداد ده هنبقى نشرحه في حلقة عشان التوضيح الأمر، ليه أنا بقول دي 5 دي 3 دي كذا، تمام؟ طيب احنا قلنا العلاج، طبعا المية دي بعد ما يتقرأ عليها يا اما تحط في بخاخ وتبخي بها في المكان، يا اما بتترش او تحط في متمسح، بس ما تخدش في الحمام برضه، ممنوع اي ميه مقروءه عليها القران تترش في الحمام. بالنسبه لموضوع التحصين، التحصين في 3 انواع من التحاصين. النوع الاول وهو الاساسي وهو الاصلي واللي احنا نلتزم بيه ضروري، اللي هو تحصين القران الكريم والذكر، ايات الحفظ في القران الكريم. انا ممكن اقولها لكن انا عاوزك تبحث عنها، عاوزك ترهق نفسك شويه وتفتح كتاب الله وتلجا اليه وتلجا لله عز وجل، فالله خير حافظ وارحم الراحمين، علشان تبذل مجهود وتقوم الامر ما يتنسيش. ايات الحفظ في القران الكريم، انت لما تقرا ايات الحفظ الصبح وانت قايم من النوم على ايدك كده وتنفخ وتمسح على جسمك او على عيالك او على مالك او على ما يخصك في كل شيء،
اللهم صل على سيدنا محمد. احنا قلنا بالنسبه لايات الحفظ في برضو تعلمنا بعض الادعيه: اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. دي لو انت حسيت بانسان انت مشهور معروف عنه انه حال يعني عائن او حاسد او كده، مجرد ما يجي تبص على الحاجه او يكون موجود في داخلك كده: اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. احنا قلنا بالنسبه للاذكار، بالنسبه للاكل افضل الاكل واطيب الاكل ورد في احاديث نبويه صحيحه هم فيها روايات، ولكن كل روايه منهم فيها الحسد مذكور. يعني في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم: من تصبح بسبع تمرات العجوه لم يصبه في يومه ايه؟ في روايه سحر ولا حسد، وروايه اخرى مس ولا حسد، ولكن في الروايتين اتذكر الحسد. يبقى انا مطالب اذا كنت انا بعاني من المساله ديت، يبقى انا اقوي المناعه عندي كل يوم الصبح سبع حبايات تمر اللي هو العجوه الطريه ديت مع كوبايه ميه، افضل ميه زمزم، ما فيش يبقى ميه معدنيه، ما فيش يبقى ميه طيبه يعني يكون مقروء عليها وكده. دي يعني على الفطار. طب ليه بنقول التمر وسيدنا النبي من 1400 وكذا سنه قال التمر؟ يعني اشمعنى التمر يعني؟ طب ليه ما قالش مثلا التفاح، المانجا، الخوخ؟ اشمعنى التمر يعني؟ ليه؟ لان الانسان متكون من عناصر معينه، الطين والنار والنور، والانسان له جسم اسيري، الجسم الاسيري ده مرتبط بروحه اللي هي النور اللي هي النفخه الرحمانيه. الجسم الاسيري ده بيقوى كميه اسواق اجهزه، درجه الاشعه بتختلف من انسان لاخر. اذا الانسان الذكر عنده كتير تبدا الطاقه النورانيه تكون عنده زياده، تبقى عامله هاله نورانيه كبيره حوالين جسم. الهاله النورانيه ديت هي دي التحصينه، هي دي الحصن والامان ضد السحر والمس والحسد وكل ما يحاك لك. طب انا بقى من الاكل بقواها بايه؟ بالتمر. طب التمر هيعمل في ايه في الهاله النورانيه دي؟ التمر في ماده منه بتتفاعل في دم الانسان وبتعطي طاقه معينه في دورته في جسم الانسان بتقوي اللون الازرق اللي في النور اللي خارج من جسم الانسان، اللي النور الخارج من جسم الانسان بيحتوي على الوان الطيف. طب ليه اللون الازرق؟ لان اللون الازرق اقوى لون في الالوان دي، اقوى لون ضد السحر، ضد المس، ضد الحسد، لانه نوراني. ده بالنسبه لاكل التمر. وعرفنا الكيمياء بتاعته في الدم وفي الروح وفي الجسم الاسيري للانسان. طيب من الطبيعه بقى، ما انا لو اجتمعت دي انا اجمع كله، انا لو من الطبيعه في ان الانسان يشيل حجر طبيعي ازرق، مش خرزه زرقاء اللي هي دي، لا الحجر الطبيعي الازرق. وليه حجر ازرق؟ لان بيجي الضوء العادي عليه يجي على الحجر بيتحلل، الضوء بيتحول من حاله لحاله ثانيه خالص مختلفه. لو بصيت تحت دي واضحه شويه هتلاقي الضوء اللي نازل من هنا من الحجر من فوق نزل تحت على الجسم بقى لونه ازرق، بيعطيك طاقه معينه. الطاقه دي بتقوي الجسم الاسيري في الانسان، حتى انت ما تلبس كده بيبقى لازم يفضل لما يكون لو تلبس خاتم او حاجه يكون مفتوح من الخلف ما يكونش مقفول. اي حجر، اي حجر طبيعي في اي خاتم في اي حاجه يفضل انت تلبسه ويديك طاقه لازم يكون مفتوح من تحت، مفتوح كده، مفتوح من هنا. ليه؟ عشان يبقى ملامس او مفتوح المجال من الحجر على جسمك، ياخد من ضوء الشمس على جسمك يديك الطاقه. وده بالنسبه للاحجار. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا اتكلمنا في المساله باستفاضه شويه، ويا ريت ان كان حد بيسمعني وعنده ميول للبص لعطية الله عز وجل لغيره يراجع نفسه، لأنك أنت ما بتعترضش على النعمة ولكن بتعترض على المنعم، وهو الله عز وجل هو العاطي بالنسبة له والمانع بالنسبة لك في الأمر ده. لو بحثت النعم اللي عندك والنعم اللي عنده هتلاقيك زيك زيه بالظبط، هي يعني معدل
هو معادلة واحدة. إذا أعطاك مال هيكون عنده عيال، وإذا أعطاك المال والعيال هو يكون عنده، لازم هي مكافأة كده لك عطاء من الله بمعدل 100 درجة، لازم تاخد 100 درجة، لأن الله هو العدل. هو منع منك أمر وإعطاه لغيرك، ومنع من غيرك أمر وإعطاه لك. ما تعترضش على الله، ما تعترضش على الله. الله عز وجل هو العاطي، هو المانع، وهو المعز، وهو المذل، وهو الشافي لما في الصدور. وصلى اللهم على محمد وآل محمد. وإذا عجبتكم الحلقة أتمنى أنك أنت تشترك في القناة وتشرفنا، ومنساش الجرس واللايكات، وشكرا وإلى لقاء آخر بإذن الله.